احد الطرق عشان اقرب الديث تايم انه استعمل شيء اسمه البادي ابروكسيميشن. البادي ابروكسيميشن بعطيني تو بولينوميز، بعطيني ترانسفير فانكشن بتمثل ديلاي لاوردر معين. السنتاكس تبعها، السنتاكس تبع البادي ابروكسيميشن انه بعطيني النيوميريتر تبع بولينوميال والدينوميناتر تبع بولينوميال، وهون بحط التايم الديد تايم اللي بدي اياه، وهون بحط الاوردر تبع النيوميريتر والدينوميناتر، وبعطيني ابروكسيميشن. هلا خلينا ناخذ، راح اخذ بس اول خطوه من هون اللي هي راح نطلع ام بي ودي بي، راح نحوله لترانسفير فانكشن بالسيستم. بعدين راح ادخل عليه ستيب وافرجيكم كيف اذا دخلت عليه ستيب المفروض صار يعمل ديد تايم ديلي، راح ياخر الاوتبوت بمقدار 1 سكند في الحاله هاي. عمالنا ندخل له step function. نراقب الديلي بالstep function. أنا بس بدي أطلع على two zeros و two poles اللي عم نضيفهم، بس حتى نشوفهم شو بيطلع لنا على الاس بلين. نعمل run. هلا هذه طبعا لسه تقريب لأنه احنا عاملين بس second order، فمش مرتب جدا. هلا بس أبدأ أرفع الأوردر. هنشوف انا هون مدخل على هذا السيستم ستيب فانكشن، الستيب فانكشن الاصليه جاي طبعا من زيرو، بدها تكون جاي من هون وطالع هيك. الريسبونس ايديالي لو انه هاي ترو ديد تايم المفروض يكون هيك وهيك مزبوط، بس هون مش عم بيطلع معنا بهذا الشكل لانه لسه الابروكسيميشن بس استخدمنا سكند اوردر. احنا المفروض انه مدخلين ستيب فانكشن الريسبونس مفروض يكون هيك. بس نبدا نرفع الاوردر رح يبدا يتحسن شكل هذا الابروكسيميشن. هلا خلينا ناخذ البولينوميال نشوف شو البولينوميال وايش هم التو زيروز والتو بولز اللي احنا دخلناهم. راح اروح هون على الكوماند ويندو. هي هذا البولينوميال اذا نقدر نطلع الروتس تبعته. اذا هذا الابروكسيميشن السكند اوردر ابروكسيميشن يساوي اس سكوير ناقص 6x زائد 12 على اس سكوير زائد 6s زائد 12. هلا بدنا نطلع الروتس تبعت المقام والروتس تبعت البسط. طب مو واضح انهم الاثنين راح يطلعوا كومبلكس كونجوجيت بير مضبوط، انه بي سكوير ماينس 4ac 6 تربيع 36 ناقص 4 في 12 48، فبيطلع الديترمينانت المميز في الحالتين ناقص 12. الروت الاول الزيرو 3 بلس ماينس جذر 3 مش هيك؟ فلو قلنا هون مثلا عندي هي 1 هي 2 هي 3 وجذر 3 تقريبا بتكون 1.7 تقريبا عندي 0 هون 0 اللي تحت ماينس 3 بلس ريجيت 3 نفس الرقم بالضبط ماينس بس ماينس هذا كان بلس اوكي هاي السيستم. هذا السيستم نون مينيمم فيز، ولذلك بتلاحظوا في الريسبونس ايش كان عمل اول ما بدينا الريسبونس؟ نزلت. هاي طلع اعطينا احنا ستيب فانكشن انبوت، هاي ستيب فانكشن ايش عمل الريسبونس في البدايه؟ هذا كاركترستيك اوف نون مينيمم فيز سيستم، اعطاني بعكس الاتجاه بعدين اتحرك بنفس الاتجاه. هلا اذا بدنا نعمل تقريبات احسن رح نرفع الاوردر تبع السيستم، رح نعمل الاوردر تبع السيستم ثيرد اوردر. هاي هون اذا بتطلعوا هذا ثيرد اوردر
نفس الشيء عندي نان مينيمم فيس كمان. هي فورث اوردر اظن هذا فورث اوردر لا مش هو. لكن هذه تقريبا احسن ابروكسيميشن بس هذا الاوردر عالي جدا تبع السيستم. هلا بنشوف لما اطلع شوف الاوردر تبع السيستم. فاحنا عم نعمل هون ابروكسيميشن ل dead time باستعمال two polynomials. ايش ميزة هاي الـ approximation؟ شلنا الـ non-linearity. لأنه صار عندي هلا transfer function، مش صارت عندي transfer function، وبقدر الـ transfer function هاي أدخلها على السيستم الأصلي. هاي دخلنا step